وفقا للمؤشر ذاته حلت الكويت في المرتبة الثامنة كأفضل عاصمة في العالم لقضاء إجازة متقدمة، بذلك على مدن مثل أنقرة وجاكرتا، حيث يضع هذا المركز الكويت بين العواصم العشر الأكثر تفضيلا كوجهة للإجازات في مجموعة نظم كلها من أبو ظبي والمنامة والرياض ومن دول مجلس التعاون الخليجي. بكل أمانة قاعد أشوف أن الكويت متأخرة في هالأمور أمانة، يعني أنا أشوف أن ما في أماكن كثيرة سياحية مثل الدول اللي ذكرتها يعني، لكن إن شاء الله نتأمل في الأيام الجاية إن شاء الله. قاعد يقولون في المدينة الترفيهية ومنتزه الشعب قاعدين إن شاء الله يحاولون يقدمون أفضل من كذي، نتمنى إن شاء الله، لأن إحنا في أماكن أمانة قاعد نحتار وين قاعد نروح. تدري بعد المطارات الحين شوية شوية، وتدري والأزمة اللي إحنا قاعد نشوفها ما قاعد نقدر نروح نسافر دول ثانية. أمانة أنا أشوف أن التقرير مو صحيح 100% يعني. أنا أشوف أن دولة الكويت متأخرة شوية في المجال هذا، محتاجين أمور كثيرة صراحة، يعني محتاجين أمور كثيرة، يعني دائما ننطر إخوان النواب مجلس الأمة أنهم يتحركون في هالمجال، يشوفوا لهم حل، لأن قاعد نشوف الدول المجاورة أو الدول الخليجية ما شاء الله وايد مهتمين في هالأمور، إحنا ودنا نصير نفسهم أو أفضل منهم إن شاء الله. هذا الشيء ان شاء الله راح نشوفه بالايام الجايه. طبعا قالوا احنا عن جزيره فيلج ان شاء الله راح يهتمون فيها الحين، ان شاء الله ممكن نتامل، اعتقد ان جزيره فيلج ان شاء الله راح يكون فيها تعديلات او بعض الامور راح يطرقون لها، نتمنى ان شاء الله.